حدثنا مالك بن اسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه، اخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن، او قال: حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم، وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس: اصبحت.